في إطار الأيام التحسيسية والتواصلية التي يشرف عليها المعهد الدولي للتغذية النباتية برنامج شمال إفريقيا بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات في مختلف المناطق الفلاحية بالمملكة، نظم المعهد يوما حقليا بجامعة الجرعاني بمنطقة عبدة إقليم آسفي، المنطقة المشهورة بزراعة الحبوب. هذه السنة الرابعة اللي كنعملوا تجارب هنا مع الفلاحين ديال المنطقة ديال القرعاني، عملنا على المقاربة الرابعة اللي كتعتمد على تسميد الحبوب بطريقة معقلنة، ألا وهي اختيار السماد المناسب في الكمية المناسبة في الوقت المناسب والمكان المناسب. وحنا جد سعداء لأن من بعد 4 سنوات كنشوفوا الفلاحين هنا ديال المنطقة ديال القرعاني استوعبوا هاد التقنيات اللي كنعملوا بها، خاصة التقنية ديال الخبير للتغذية اللي كيعطينا توصيات على سماد الحبوب. وكما كتشوفوا هاد السنة واخا سنة تقريبا جافة، فالإنتاج الحمد لله لا بأس به، وهذا راجع للتقنين استعمال التقنيات اللي عمل المعهد الدولي لتغذية النباتات مع الفلاحين هنايا في المنطقة ديال القرعاني، واللي عطاهم تقنيات كيفاش يتعاملوا مع الجفاف، والحمد لله هاد النتائج جد سارة، وكنشكروا جميع الفلاحين هنا ديال المنطقة اللي تعاونوا معنا، والآن هما استوعبوا التقنيات وهما راغدين بها للأمام. التجارب الحقلية التي أجرها المعهد عند بعض الفلاحين بهذه المنطقة البورية باستعمال تقنيات خبير التغذية التي تعتمد على المقاربة الرابعة كتر إير، أبانت عن نجاعتها في تحسين المردودية وتخفيض تكاليف الإنتاج. احنا راه كنا ما كنعرفوا والو، انا ما نعرفوش كاع الفلاحة، مرة ديرها ملحومة، مرة ديرها خفيفة، مرة يجي الصيف، مرة واخا يكون الصيف ما كتجيش كاع بعض الخطرات. علاش؟ حيت ما عندناش معلومات على الفلاحه. دابا الوقت اللي جاونا هاد الناس التقنيين الدكتور بولالو والناس اللي معاه كنشكروهم بمشاركه مع لو سي بي، راه داكشي تاع التجارب راه مزيان، عاطي 100%، ماشي بحال ما كنا بكري ما كنعرفوا ما نديرو. كاين تحسن بدلان، راه عامره السبوله، راه قلت لك راه كاين جفاف هنا في المنطقه، انا نشوف كالسبوله راه هي الدليل. الهدف ديالنا هو الفلاح يخرج بواحد التوصيات بالنسبه لاستعمال معقلات الاسمده، لا الاسمده الازوطيه ولا الاسمده الفوسفوريه ولا الاسمده البوتاسيه، تجربه مباشره لان الفلاح كيجي وكيشوف النتائج اللي قام بها المعهد الدولي لتغذيه النباتات. وكما كتلاحظوا هنا في هاد الحقل اللي عملنا فيه التجربه، اللي غنبينوا لهم اش كانوا كيعملوا بالنسبه للعمل ديالهم مقارنه مع التوصيات ديال تحاليل التربه والتوصيات ديال الخبير في التغذيه. ايضا توصيات معتمده على المصاريف ديال الفلاح، يعني حنا كنحاولوا باش نقنوا بالنسبه للفلاح هذا الاستعمال ديال الاسمده والتقليل من المصاريف ديالو باش الفلاح يحصل على انتاج مهم ولكن بتكلفه اقل. الخبراء الباحثون المشاركون في تأطير الفلاحين أكدوا أهمية المسار التقني المعقلن في انتاج الحبوب بهذه المناطق. يعني كنشاركوا الناس ديال ليبني حاليا في هذا اليوم المفتوح على التجارب ديال ليبني اللي كتخص خاصة التسميد، استعمال الأسمدة في الزراعة، وكنشاركوهم يعني من خلال الخبرة اللي احنا تلقينا حتى في المحطات اللي احنا كنشتغلوا فيهم بالمناطق الأخرى اللي كتشمل المسار التقني ككل من البداية حتى الحصاد. في إطار المسار التقني لإنتاج الحبوب سواء في البور أو في المسقي، اللي بغيت نهضر عليه هنا هو يعني بعض النقاط ديال المسار، يعني من غير تسميد اللي هو الهاجس ديال ليبني واللي تيشتغلوا عليه واللي عندهم نتائج وعندهم يعني نتائج سارة والناس ديال الفلاح تيعترفوا بها. كاين بعض النقاط أخرى اللي بغيت نزيدها اللي كتدخل في المسار التقني ديال زراعة الحبوب. كنبداو من الاول، كاين الاول بعدا يعني الزرع، المساله ديال الزرع كانوا جوج حوايج اللي كانوا عند الفلاح اللي حاولنا نعالجو معاهم من خلال التقنيات، هو الطريقه ديال الزرع. الفلاح في الغالب ديال الفلاحه كيستعملوا الزرع باليد، والزرع باليد عنده مساوئ كثيره، وحاولنا باش نركزوا على استعمال البذاره ولا السمور اللي كيتسمى بالسمور باش يقننوا اولا من كميه ديال الزرع، وثانيا حتى الانبات تيكون شويه متناسج، ما تيكونش داكشي شي حاجه نبته شي حاجه ما نبتاش. ملي كنحاولوا معاهم يستعملوا السمر كنلقاو روسنا بان كندوزوا حتى من كميه الزرع اللي هما مولفين كيزرعوا، هاد اللي كتفوت جوج قناطر في القطار في البور وحتى لثلاثه القناطر في المسقي،
نزلنا مع يعني مع المزارعين اللي اشتغلنا معهم حتى 150 كيلو في البور و180 كيلو في المسقي. هذا كيعطي ديجا ربح اولي للفلاح من ناحيه التكلفه ديال الزرع. و ملي كيستعمل البذاره كما قلت تيكون واحد التجانس في الـ في الـ في الـ الانبات وحتى في الغله في يعني ملي كتشوف الحقل كتشوف كله متجانس وغادي مزيان. النقطه الثانيه هي محاربه الاعشاب، يعني كنركزوا على محاربه الاعشاب يعني في الوقت المناسب ومبكر، وخاصه الناس اللي تيكونوا عندهم حتى دوك الاعشاب الوحديه الورق اللي تيتسموا بلي جراميني اللي كيشبهوا الزرع، دونك خصهم يتعالجوا قبل في المرحله ديال 3 4 الورق ديال الحبوب. وإلا بغينا نتوصلوا لهاد المحاربه يعني البكريه خصنا على الاقل بعدا نكونوا زارعين بكري. والابان ديال الزرع اللي كنوصوا به هو يعني ما بديك ال 15 يوم الاولى من نوفمبر، ويمكن من خلال هاد التجربه اللي كتشوفوا بان مع هاد الجفاف اللي هو تقريبا استمر من اخر شهر ديسمبر الى يومنا هذا، كتشوفوا ان هذا الحق الباقي مستمر. علاش؟ لان الزرع بكري واستطاع باش ديك الكميه تقريبا كلها ديال الشتاء اللي طاحت في الاوائل الموسم استفد منها، لهذا هو بقى يعني باقي شد وغادي يعطي انتاج ان شاء الله. النقطه الرابعه هي خاصه بمحاربه الامراض. محاربه الامراض كنعطيوهم التوقيت ديال المحاربه قبل ما يشد المرض يعني في الزرع، وتنزيدوا يعني واحد مرحله اخرى، يعني مرحله اخرى ديال محاربه الامراض الا كان ضروري في الزراعه المطريه. اما في الزراعه المسقيه حنا كنعطيو بحال واحد لا روسيت اللي خص الفلاح يتبعها، كيداوي المره الاولى يعني المحاربه القبليه وتيداوي حتى مره اخرى، لان كنعرفوا بان الانتاج اللي غادي يجيب ولا الزياده في الانتاج اللي غادي يجيب ديك المحاربه غادي يفوت حتى التكاليف ديال هذاك الدواء. اذا هاد الزراعه المطريه كنديروا ديك المحاربه الاولى، والمحاربه الثانيه كنراقبوا الحقل الا كانت ضروريه وتنشوفوا بانها تعطينا زياده في الانتاج اللي غاد على الاقل ترد ديك التكاليف ديال المحاربه كنديروا المحاربه. الا شفنا بان هذيك المحاربه ما غاديش تعطي واحد الزياده في الانتاج اللي غادي تمكن من تغطيه التكاليف كنخليوها وكن يعني كنبقاو غير بديك المحاربه الاولى. رغم الظروف المناخيه الصعبه التي مرت على محاصيل الحبوب بهذه المناطق، الا ان النتائج المحصل عليها من خلال التجارب التي اعتمدت على تقنيه خبير التغذيه تبقى سيده الموقف وتنبئ بحصاد جيد في نهايه هذا الموسم.